صراحة من الحوايج اللي كنعيشو بزاف زوينة هو الأجواء ديال الماتش، وكان زوين بزاف وعجبنا الحال وفرحنا معاهم في نفس الوقت، وكنعيشو معاهم أي حاجة كانت زوينة ولا خايبة كنعيشوها مع ليكيب كاملة. أطعمو هذاك البيت كان خاصني نشوفو دغيا، حيتاش مع هادشي اللي واقع ومع هاد ليكيب خوخو اللي كاينين، زوين أننا نتذكرو المدرب ولا الكوتش اللي كان هو السند في كل شيء في المغاربة كاملة. الماتش كان زوين، تفرجنا، كانت متعة كروية، لعبنا مزيان، كلشي مزيان، بونو طاكا بزاف ديال البيوتا، واخا في الاخر زقلونا ولكن ديما مغرب ان شاء الله لا كان ديالنا والكاس ديالنا ان شاء الله. مبروك علينا، مبروك علينا هذا الربح، مبروك علينا، رحنا فرحانين بزاف، برافو برافو للمنتخب، برافو للمنتخب ديالنا، الله يخليهم، الله يخليكم حتى انتم. شكل الماتش اليوم نمر واحد مزيان، الله يدوم علينا فرحة، الله يدوم علينا فرحة إن شاء الله. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.